حضراتكم من الفاصل عشان نكمل العدس بتاعنا. ادي الصلصه شبه اتسبكت، بجيب الميه بتاعتي بنزل بيها اهي، مش كتير برضو زي ما قلت لحضراتكم، يا دوبك عشان ما يبقاش العدس عامل زي الشوربه. صفيت المكرونه، ممكن حضراتكم تلاقوا البخار بتاعها طالع اهي، وده مسلوق. ادي كده يعتبر العدس بتاعنا تركب خلاص. ادي هنقلي كده النار عليها عبال ما ننزل بدي كده، وابدا يا دوبك هتاخد الغلوه بتاعتها اهي. ادي كده على النار ابدا اقلبها. ومعايا حوالي مفيش يعني سن التوم صغيره قوي يا جماعه، التبشوكة اهي شايفين دي؟ دي هتدي معايا طعم جميل مع سنة كمون تانية اهي مع نفسه بقى، ياخد الغلوة بتاعته ويتطفى عليه. يبقى احنا كده ايه عملنا العدس بتاعنا بالطريقة ديت ماشي. في ناس بتحب يبقى لون الصلصه مثلا مش باين فيها، حسب كل واحد ورغبته كده تمام. ابدا ابص على الباذنجان بتاعي، ادي فلفل يبقى فيه طعم السبايسي شويه او اللي يبقى حامي شويه، بنجيب مثلا الفلفل كده بالطريقه دي اهو، هنزله مع البقدونس. ولو مفيش بقدونس وعايز اعمله لوحده من غير اي حاجه ما عنديش اي مشكله، ادي الثوم اهو بالسكينه كده مثلا جميل، وادي الجزر اهو شويه جزر مش كتير، بجيب خل اهو نقطة زيت ادي ملح، بعلي الملح شوية عشان خاطر لما يقعد جوه البتنجان بيدي طعم جميل. طبعا بدأ يغلي العدس معايا، ادي كمون ازود له كمون كمان، ولو عايز ادي شطة تانية او حاجة، في ناس بتحب الحاجات دي تبقى سبايس يا جماعة بتبقى جميل. ادي كده بقلبها نفس البوله اللي كان فيها البقدونس، مش مشكله مش عايز استعمل ادوات كتير زي ما قلت لحضراتكم اهو، عايز ازود جزر تاني مفيش مشكله. يعني احنا بنقول ايه، هتبقى وجبه جميله وظريفه وان شاء الله تتبسطوا منها وهيبقى الطعم حلو. يعني لو الوقت كان يسعفني كنت عملت لحضراتكم كمان عيش برضو، مش فيش اي مشكله، في كوبايتين الدقيق مع شويه الميه بتوعهم شويه ملح، عملت جريل او حطيت شويه خميره على الطاسه زي ما عملنا لحضراتكم قبل كده. العيش البلدي في البيت عملناه بطريقه سهله ومن غير ما يبقى طري بقى ويعذبنا وبتاع، يعني مش عايز ايه الخبطه. ادي البتنجان وهجيب الطبق بتاعه كده اهو، طبعا انا بدي تقليبه في الطاسه عادي من غير حله من غير اي حاجه اهي، يبدا ياخد الغلوه بتاعته اقلب كده عبال ما نعمل البتنجان، هيبقى زي الفل. تلاقي الصلصه بدات تخش مع الميه اللي حطيناها مع العدس مع المكرونه مع الحاجه، هيبقى زي الفل كده تمام. ولو انا مستعجل شويه عشان الوقت ممكن انقل على العين الثانيه، هروح جايب كده اهي دي كده عشان ايه الوقت ما يجريش بينا، وخلي دي معاها حتى اهي تمام. ابدا اجيب الباذنجان بتاعي نفس الطريقه كده اهو، حاجة جميلة وظريفة وأكلة يعني إيه
صدقوني هتبقى معاكم طعمها حلو وتغيير، سواء مثلا النهارده هقول عايز اكل لحمه، بكره فراخ، بكره عادي نقضيها مثلا بحواوشي. فالنهارده هناكل العدس بالجبه ومعاه بتنجان مخلل. حتى الحاجة لوحدها كده تحسوا انها ايه مرصوصة، شكلها جميل مفيش اي مشكلة كده اهي برضو اهو هنا بقت اعلى برضو. احنا واقفين كده شغالين نبقى عارفين اهو بدأت بقى ايه المية تخف ويبدأ ايه زي تسبيكة كده بسيطة ليه، وكل حاجة دخلت مع بعض. هتلاقي نفس المكرونة نفس العدس الاتنين نفس الدرجة، هيبقى طعم جميل. بس انا عشان خاطر ايه مرضتش يعني اخليه في حلة، فمحتاج ان انا ايه اقلب كتير اهو. تمام. لو انا عايز اقطع الحجم ده جماعة مثلا ولا حاجة ما عنديش اي مشكلة كده اهوت، ادي سكينة صغيرة بحيث ان ايه اضمن ان يبقى ادي البتنجان بتاعي. ممكن اعمل منه كذا قطعه طالما الحجم كبير اهو، يعني في اشكال وكذا طريقه بوريها لحضراتكم. عادي ادي كده بقى ايه ابدا انزل عليه من فوق عشان خاطر اعمل اللي هو ايه الطعم، يعني اللي هي زي ما بيقولوا ايه البهاريز بتاع. ادي كده اهي ابدا انزل بشويش كده خالص. تمام، كلفتش اي حاجة وحاجة بسيطة ماشي. وادي طبق كده جميل اهو، حاجة سهلة. لو انا عايز اجيب شوية جزر طبق هيبقى ظريف بحاجة بسيطة كده يا جماعة نفس القصة. العدس بيتسبك جميل مفيش اي مشاكل اهو، يعني يقول لك الشيف خالد بقى هيعمل تورته بقى وهيزوق الطبق. لو طبق سلطه يا جماعه عادي في البيت وهعمل له شكل وجرنش او زواق هيطلع طعمه جميل، وقبل الطعم الشكل، فهتفرج على طقم موجود جنب بعض متناسق كده ما بين جزر ما بين البتنجان ما بين البقدونس وبتاع، هبص الاقي حاجه جميله وظريفه اهي مفيش اي مشكله عندنا. ادي حاجتنا وهنبدأ نمسح المكان اهو كده. عملنا ادي اول طبق، هبدأ اشوف الاطباق بتاعتي اروق مكاني كده اهو، وابدأ زي ما قلت لحضراتكم في مكان صغير زي ما عملت معجنات وبعمل معجنات. ان شاء الله في حلقات جاية هنعمل عيش اللحمة في على يعني في الحلقة. هنبدأ برضو زي ما اشتغلنا قبل كده على نفس البلانشة، بنعمل أحسن حاجة عندنا على نفس البلانشة اهي. أبدأ أجيب دي كده اهو، بدأت زي ما أنا عايز اهو كده. تمام، نطفي ونجيب طبق بتاعنا الجميل اللي موجود المتاح، طبق غويط مفيش اي مشكله عندنا. ادي اهو بسم الله تمام. حاجة جميلة وظريفة، وأرجو إن شاء الله إن أنتوا تجربوها بالطريقة ديت. حاجة هتبقى يعني طريقتها سهلة وفي نفس الوقت تكلفتها قليلة برضو. وحش التوفير بيحاول يعمل حاجات
جميله وبطريقه سهله وسلسه، واي حد اول مره يعمل مثلا عدس بجبه يعمله بالطريقه دي هيبقى جميل، مع المكرونه لسان عصفور هتبقى جميله. وايه رايكم؟ اترككم في رعايه الله ونتقابل في حلقات جديده مع وحش التوفيق.